جماهيرية النادي الأهلي في أفريقيا، واتقال إن حضرتك قلت إن جماهيرية نادي آخر أو نادي الزمالك هو اللي له جماهيرية أكبر داخل القارة الأفريقية، هل ده حصل من حضرتك؟ والله عارف يا كابتن اسلام، في مشكلة بتحصل. أنت لما تيجي تقول بتدلب حديث صحفي مش على الهوا زي دلوقتي، بيتقال كلام وبيتقطع بقى الكلام. فأنا بقى دلوقتي بقولها كده علنا، نادي الزمالك في فترة من الفترات في الستينات كانت جماهيريته في السودان أكتر من جماهيرية الأهلي لسببين. في السودان؟ ليه؟ أنا ما بقولش أفريقيا، أفريقيا في ناس كتير ما بتعرفش الزمالك والأهلي إلا أخيرا في السنوات الأخيرة لما البطولات الأفريقية والكلام ده. ليه؟ لأنه كان في سمير محمد علي وعمر النور ونوح آدم، الثلاثة كانوا بيلعبوا في الزمالك في تلك الفترة. أوكي. وكان في النادي الأهلي كان في واحد بس أسامة يوسف السوداني حقيقة. فوقتها كان السودانيين أسامة يوسف في الأهلي وعمر النور وسمير محمد علي، كانوا مؤثرين جدا مؤثرين مع جدا. الزمالك. لكن دلوقتي مع احترام نادي الزمالك وشعبيته الطاغيه، نادي الاهلي الان شعبيته في البطولات الاخيره دي السنوات العشرين الاخيره دي شعبيته في السودان يعني بشكل متميز، بدليل انه بنتابع الاخبار في الجرايد والحاجات ومتابعه الاخبار، جماهيرته وفي الخليج وفي كل حته عاليه جدا. لكن انا ما اقدرش اقارن اقول ولا ما عنديش احصائيات اقول مين ولا مين، بس النادي الاهلي في السنوات الاخيره دي مع بطولات افريقيا والدوري اللي اخده 41 مره شعبيته اصبحت طاغيه. دي النقطه المهمه اللي انا حبيت ان انا اوضحها حقيقه. كويس جدا. احمد العالم بيقول لك كابتن شطه مثال حي لما قلت مصر والسودان.